هاد التحرير ديال الأسعار ديال المحروقات مسألة جرى التخطيط لها على مدى سنة. يعني الاتفاق الذي وقع مع الموزعين والمتدخلين في هذا المجال كان قبل حوالي سنة. بدأ الأمر فاتح دجنبر، ولكن راه وقع في نوفمبر 2014، على اعتبار أن سعر اللتر من البنزين أو الغازوال تتدخل فيه مجموعة من العوامل. العامل المرتبط بسعر البرميل في الأسواق المركزية عامل واحد، هنالك العامل المرتبط بالنقل، هنالك العامل المرتبط بسعر صرف الدولار، هنالك العامل المرتبط بالتخزين، هنالك العامل المرتبط بالسيلان أو التبخر، هنالك العامل المرتبط بالنظام الضريبي، هنالك مجموعة من العوامل. بالنسبة إلينا التحرير أي عدم صرف الدعم، إلغاء الدعم الموجه للبنزين والغازوال والفيول الصناعي، القرار 2014. لكن كانت هنالك مرحلة انتقالية في إطار اتفاقية وقعت مع المهنيين الموزعين وغيرهم تمتد إلى غاية نهاية نوفمبر 2015. طيلة هذه المرحلة تقوم الحكومة بتحديد السعر بناء على تحولات الأسعار الدولية. في نهاية هذه المرحلة ستعمل كل شركة على تحديد السعر في إطار المنافسة، وذلك على أساس سقف. الدولة تحدد السقف، ولكن دون ذلك السقف كل وبما والثمن الذي اشترى به ومتى اشترى به والتأمين والتخزين والنقل، هذا الشيء يختلف من شركة إلى شركة. هذا سيفتح المجال للمنافسة، ولهذا بدءا من هذه الفترة لم يعني الدولة لن تقوم بالإعلان عن أسعار البنزين والبترول، لن نقوم بالإعلان عنها فقط. وهذا الأمر يهم المهنيين على أساس أن كل محل مواطن يختار من أين يشتري بحسب السعر. هو متحرك بحسب تحولات ديال الأسعار وله تركيبة، لأن البعض يعتبر أن الثمن بالثمن الذي يقع به يعني الثمن البرميل هو الثمن الذي ينبغي أن يكون في السوق. لا، أحيانا اختلاف سعر صرف الدرهم والدولار يحدث فرقا، لأنه لو كانت 60 دولار على أساس 10 درهم راه 600 درهم البرميل، ولكن لو كانت 60 دولار على أساس 800 درهم راه فرق كبير، ما بقيناش في 60، ولينا هنا في 48 480 درهم. إذا هنالك فروقات جوهرية تنتج عن تحولات في التركيبة. ولهذا عندما قلت لك التركيبة يعني راه الضرائب المرتبطة بالبيئة، المكان الذي وقع منه الشراء يعني والنقل، يعني إذا كانت عملية نقل واحد مليون برميل ستتم في مسافة 1000 كيلومتر، ليس هي عملية نقل التي تتم في مسافة 2000 كيلومتر. الاقتناء من آسيا ليس هو الاقتناء من أوروبا، فبالتالي العوامل تختلف. ولهذا الدولة قامت بعملية تحرير لأنها هي الخطوة الأخيرة في حل معضلة كانت تخنق الاقتصاد المغربي والمالية العمومية. الحكومة في هذا الموضوع تعاملت كما تعاملت في باقي الملفات، ثلاث محددات. ما يهم أولا الحاجيات الوطنية، ولهذا قمنا أولا بالاشتغال على تأمين الحاجيات الوطنية، والحمد لله الآن هي موضوع هذه أشهر والسوق الوطنية لم تعرف أي ارتباك في تزود بحاجيتها، وهذا إنجاز. ثانيا المحدد الثاني هو الحديث هو العمل هو تدبير هذه الأزمة وفق ما يقتضيه القانون، والقانون يقتضي هنا أداء الديون. لأن لماذا كانت الديون؟ لأنه كان نوع من تسهيل أو المساعدة إلى غاية أن تستطيع شركة أن تقف على نفسها، فكان لابد أن يأتي يوم لهذه التسهيلات ستتوقف على أساس أن المالكين ديال الشركة يتحملوا المسؤولية ديالهم في إنجاز الإصلاح المطلوب. ولهذا كانت لغة واضحة، نرفض فيها الابتزاز، نرفض فيها يعني التخلي عن تحمل المسؤولية في تطبيق القانون.
والعنصر الثالث وهو ما يتعلق بالحماية ديال الحقوق ديال المستخدمين. ولهذا الدولة تتابع الملف، الوزارة الوصية ووزارة الطاقة والمعادن تتابعه عن قرب.